اقول لك يا شبح. قمر يا باشا. ما تعرفش سواق تاكسي متعود يجي هنا مليان شويه وبيلبس نضاره وبشنب. السواقين طقوسها كتير قوي يا باشا بالشكل ده. ده يا حبيبي الراجل ده شفته قبل كده؟ هو الباشا ما بحس. ما تنجز يا ابني انت هتحقق معايا، شفته ولا ما شفتوش؟ اه يا باشا ده عم سرور، عارفه يا باشا ده سواق تاكسي بيجي هنا. بس ده راجل غلبان قوي يا باشا. هو عمل حاجه؟ انا ايه فين بقى عم سرور ده؟ هو ده عم سرور يا باشا اللي بيطوق العربيه هناك ده. تسلم يا ابو الذوق. تحت امرك يا باشا. اتكل على الله. فاضي يا اسطى؟ اه يا باشا، اتفضل. على فين يا باشا ان شاء الله؟ الامن الوطني. حاضر يا باشا. قول لي يا عم سرور قبل ما نطلع كده، هو حضرتك تعرفني؟ اه اعرفك. المهم انت بقى تعرف الراجل ده؟ مين ده يا باشا؟ انا والله العظيم ما عملت اي حاجه يا سيدي. وانا قلت لك انت عملت حاجه؟ انا بسالك على الراجل اللي في الصوره، هتقولي تعرفه منين واسيبك وامشي ولا توصلني وتطلع معايا؟ لا لا انا عندي عيالي يا باشا عايز اربيها، اشوف تاني معلش بقى. اتفضل يا كندا. اه الراجل ده كان بعيد عنك وعن السامعين كده، جات له كريزت كلى وانا بس اللي نقلته المستشفى، غير كده يا باشا انا ما اعرفش عنه اي حاجه ولا اعرف ايه حكايته. حلو قوي يا عم سروف. الكلام ده بقى حصل امتى ووديته انهي مستشفى بالظبط؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.